Big lights and bright colors, the future is drawing near with new thoughts and ideas. My dreams, they all start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. I got احنا كده هنخلص بكره. سمعت اسامي اوفيسز كبيره داخله، كنت في النص اللي هو يعني خلاص اكيد انا كنت فاكره حاجه لذيذه، اكسبوجر لذيذ ان انا بس ابقى اي بارتيسيبيتد. ولو اسورس ركزت في الموضوع ده انا اي ثينك سو اتس ا فيري جود شانل. خلاص انا هبقى ان كونتاكت مع حضرتك، هبعت لك كل الديتيلز، مقاسات وترابيزه. القماش ما يجيش ما يخيطش بالعرض. حاجه اسمها فركش، فك رجع. هنا خط احمر. هاي يا جماعه، في الحلقه اللي فاتت احنا شفنا عملت ايه في كريم مختجان وعمل فيا ايه هو كمان. في الحلقه دي بقى في حاجات كتير قوي مفاجات ما كناش خالص عاملين حسابها انها تحصل، بس حصلت. مجنون. تعال نشوفها مع بعض. البروجكت كان لازم يبقى اكسكيوتد في وقت قليل جدا، فاحنا واجهتنا تشالنجز كتيره. البروجكت كان very challenging لانه كان مفروض يخلص في وقت قصير جدا. حاجة من الحاجات يعني اللي واجهتنا ان احنا كنا مثلا قبل الاكسكيوشن باسبوع كنا لسه مش عندنا صوفا، واحنا الستار اوف ذا سبيس كان تو مين صوفاز ما بينهم كوفي تيبل، فكنا لحد اخر لحظة مش عارفين مفيش حاجة عاجبة الكلاينت، وكان وقت قليل قوي ان احنا نكاستم ميك حاجة، فاضطرينا ان احنا نلف على سبلايرز مصر كلها عشان نلاقي صوفا. لا عندنا كوفي تيبل ولا عندنا فرنيتشر بيسز تتحط. اخترنا سفره واخترنا كنبه بس مفيش بقى البيسز اليونيك اللي هتخلي البيت ده ينطق. رحنا له بقى بالبلانات واللاي اوت، قال لنا انتوا لازم حالا حالا تطلعوا من عندي تتصرفوا. مش عارف بقى ظروف المشروع والبادجت والكلاينت والبنت، يعني كان يعني قدامها تشالنجز كتيره، بس اهو لازم ما عندناش وقت، لازم حالا نتحرك، لازم، مش هينفع نتاخر يوم. يعني النهارده لو هنعمل التفصيله دي حد يخش البيت ياخد المقاسات ويدينا المقاسات ونروح نعمل البانلز اللوبرز اللي احنا عايزين نعملها. نفس الكلام كان للكيتشن. اضطرينا عشان في الوقت الضيق ده يخلص بسرعه، وعملناه كله فروم سكراتش ان اولموست ان يعني اولموست 10 دايز. فكان حاجه من الحاجات اللي ساعدتنا ان احنا نعمل ده ان احنا نكولابوريت مع نايل كيتشن اللي هم ون اوف ذا توب يعني سبلايرز فور كيتشنز في الجونه. واللطيف بقى ان احنا رحنا للسبلاير كيتشن عشان ناخد من عنده كيتشن. قام طلع راجل لطيف جدا وعازمنا احنا كلنا على عشاء عنده، وابهرنا باللي عنده وباللي جاي. Oh my god. Is it nice? Yes, I love the organization. Thank you. Yes. This is a plume. We only use plume for Chinese TV. Yeah. You see all the Chinese things there. For separating. You're an authentic Chinese person. Well, even in our Chinese home, we have plume only and same organizing. Wow. Mm. So it always so works. Plume is this the compartments or what? Yeah. And the drawer, you can see the drawer is plume. Yeah. Everything is plume, yeah. And we will do some fancy changes to this. All these drawers in about 2 months will be electric. That means you just touch them and they will open up. I personally believe that the natural things will create positive energy, like cooking in urns and the woods and stuff. Yeah. Actually, we asked Ahmed and he said that these two are available for to actually execute it tomorrow in this tight time that we have. So these two samples are available to apply to the kitchen. I think this one too. This one, not the lighter one. The brown one. The brown. Yes. Mm-hmm. To match the dining table. Mm-hmm. وكان لطيف قوي بقى ان احنا نقضي ليله زي دي مع بعض بعد ما بجد تعبنا قوي قوي في البيت ده.
كنا بنقول انت حاسه ان عايزه to have a darker color yeah. but I think the pearl that you chose yeah. is very nice بجد وحلو قوي تقطعي قد المربع اللون okay. you see the color mm-hmm. لكن اول ما يبقى جنبه حاجات تانية mm-hmm. شايفه ده جنب ده بقى oh. they look the same yes. انت كنت حاسه من هنا لا ده شكله اغمق oh. بس once شلنا الابيض صح بان اتس ذا سيم فالورقه السوداء دي بتساعد جدا مع الكريم اصل انت عندك لون هنا باسبارتو جنب الحيط عشان ما نزعلش حد ان ات ميك سنس عشان الفينش بيبقى جاهز طبعا العلاج اللي انت عملتيه بالفيوتك الستريبس دي الفيرتيكال تحت سلم از بريليانت وحلو قوي طبعا كرييتنج ا هيدن دور ستورج فيها تبقى حلوه قوي ريلي نايس هي منى حسين اول ما دخلت كانت عايزه كانت لقيت ان كل حاجه that was it was already set up ف كانت حاسه ان هي ممكن she could play around with the furniture فغيرت مكان ال she rotated ال dining table وغيرت الاورينتيشن بتاعتها وغيرت الكراسي وكان في كابينت غيرت برضو مكانها عشان كانت عايزه ان الدايننج تيبل تبقى بارلل للايلاند بتاعت الكيتشن بس انا بايست عشان انا كريم كان سجستد انذر يعني ان احنا نرجعها زي ما كانت وانا يعني وافقت كريم بس انا بايست عشان ده كان الاوريجينال ديزاين بتاعي ان انا كنت عايزه السوفا تبقى بيرفنديكولر على الايلاند بتاعت الكيتشن لان كنت حاسه كده اتس مور سبيشس بس اونستلي الحلين ينفعوا يعني هي ده بس ات اونلي شوز ان كلاينت كود ايذر هاف ات ذس واي اور ذات واي بيست على هاو هي في الاخر هم اللي هيستخدموا البيت فيقدروا يري ارينج الفرنتشر از ذي ويش يعني طبعا مش هننسى دور هشام مهدي اللي كان معانا في كل تفصيله في البيت حتى فيوتك واحنا بنركبه كان معانا في التفصيله بتاعته بص عملنا ايه في فيوتك بقى ده كان حل سريع وممجز اللي احنا نعمله بدل ما نعمل لوفرز ام دي اف استعملت الفيوتك في وول كلادينج اه طبعا حلو هي ادى افكت حلو وخلى لون المطبخ يرفلكت في السايد ده والبرودكت فيوتك ديورابل يعني مش هيحصل له حاجه مش هيتكسر مش هي للي طالع على السلم لما يجي يشوفه من فوق وده يعني اعتقد الشلف ده مكانه هيبقى حلو هنا يعني هيبقى احسن من اليونت اللي داخل من الباب هيبقى عايز يحط مفتاح موبايل حاجه هنا فيعني بس عايزين بقى حل هل ده مثلا بالكوتن بوت كده نقوم هنضف دي ولا نعمل ايه؟ هي لونها اصفر يعني ممكن تدهن يعني لازم تدهن لان هو يعني لازم تدهن فلازم بالفرشه فرشه بسن الفرشه كده هيدقدق كده جوه وبعدين يدي الفينش في الاخر يعني اعتقد ان يعني اتس ريدي ان تو موف الكلاينت يجي يسكن الثلاجه شغاله والتي في شغال وكل حاجه شغاله والاوض وكل حاجه جاهزه يو ار ذير يعني شكرا يا جماعه طبعا يا جماعه البيت اولموست خلص بس مفيش ولا حيطه عليها اي ارت ورك ولا اي ارت انستاليشنز في البيت وده مش عشان اي حاجه الفكره احنا لفينا في كل حته وفعلا ما لقيناش اي ارت ورك ممكن نستخدمه او نجيبه من اي حته حوالينا على حسن حظنا تام جاليري زي ما يكون كان سمعنا راح فتح لنا فرع في الجونه في مارينا تعالوا بقى نشوف تام جاليري هيساعدنا ازاي ان احنا نفرش البيت من ناحيه الارت وركس والكلام ده بصوا تعالوا نتفق ان انا دوري كان ياس تي في شو هوست بس ستيل برضو انا عندي حته جوايا كده ان انا عايزه ايه اشوفهم بيعيطوا زعلانين ومش عارفين ومش حقيقيين وكده انا من رايي انت شايف الكيرف ده الكيرف ده مش هيظبط ده من رايي ما اعرفش انت والله بص هو الالوان كمان مش ماتشنج مع البيت يا حاج الكالرز بتاعت بس في بوتنشال تطلع حاجه حلوه دي مثلا الوانها هتبقى لطيفه جدا في الريسبشن دي حلوه ودي كمان هتبقى لطيفه جدا في الحيطه اللي على اليمين اعتقدش الدايركشن بقى هينفع انا كده وير جود اه لا انا بالنسبه لي كده تمام يا محظوظين حتى عمال اكره كريم ويلي في الارت وركس برضو عمال يلاقي كل حاجه وعايزها فظيع يعني النهارده اصلا ديزاينر واحد لما يعمل مشروع اصلا صعب فايش حل لو يكون في 8 مع بعض على مشروع واحد
It's a very good initiative, very good exercise, challenging. I think so. حاجة يعني هتساعد عشان ال design actually. It's a teamwork دائما. It's not a one man show. بعد ما I got exposed لأسوريس وعرفت أكتر على their services وكده, I will definitely be using them for my next projects. When I'm selecting furniture, when I want to find certain suppliers, I will definitely refer to Asaurus عشان وها contact them لو عوزت أي حاجة. It's a very helpful platform. أي designer ممكن you refer to during their design process عشان ممكن في الآخر يقعد يختار حاجات from the internet وما تبقاش موجودة locally أو هتاخد وقت عشان تتجاب, لكن أو ممكن ما يلاقيش الحاجة اللي هو هيحتاجها مثلا, فأسورس هتساعده إن هو really يعني هتساعد في الديزاين بروسيس. وبكده احنا خلصنا البيت, بس مش الحلقات كلها برضه, فاستنوا عشان في كذا حاجه لذيذه كمان جايه. Stay tuned في اللي جاي مع برنامج ديزاين تجونه.